أنا إمرأة جئت في شهر شوال لأداء العمرة، وبعدها مكثت بمكة لأداء فريضة الحج، وفي أثناء وجودي بمكة أحرمت بمسجد التنعيم لأداء عمرة لأمي المتوفاة، فهل العمرة التي أديتها عن أمي المتوفاة صحيحة؟ وهل علي هدي واحد أم اثنان؟ عليك هدي واحد، هدي التمتع، والعمرة الثانية صحيحة إن شاء الله التي نويتها لأمك، وعمرتك هي التي جئت بها من الميقات، أما العمرة الثانية فهي كما نويتيها لأمك، وهي صحيحة إن شاء الله، إذا كانت قد أديت على الوجه المشروع فهي صحيحة إن شاء الله. نعم.